طالب طالب ضد الله والله بعرف حول حقوق الملكية الفكرية، بيان أهمية حقوق الملكية الفكرية مقدم عن قوانين الملكية الفكرية في فلسطين، والشخص بيضل يتعلم حتى يعني آخر حياته. IPs. ما هي قوانين الملكية الفكرية؟ قانون الملكية الفكرية هو ذلك المجال من القانون الذي يتعلق بالحقوق القانونية المرتبطة بالجهد الإبداعي، أو بالسمعة التجارية، جيد، والشهرة. عشان هيك يا جماعة إنه المحل التجاري وسط الخليل في باب الزاوية ولا في نابلس يعني الخلو تبعه قديش؟ مليون، مليون ونص، جيد، هذا له علاقة ب يعني بالسمعة التجارية وبسمعة المكان. موضوع الملكية الفكرية واسع جدا ويشمل الأعمال الأدبية والفنية والأفلام وبرامج الكمبيوتر والاختراعات والتصميمات والعلامات التي يستخدمها التجار لبضائعهم أو للخدمات التي يقدمونها. هذا يعني جواب على سؤالك، بيشمل كل شيء. بيشمل كمان الملكية الصناعية اللي بيدخل في الاختراعات والملكية الأدبية، بيدخل بكل شيء ممكن. يعني مش قانون، هو مجال من القانون، يعني دومين كامل. هو ذلك المجال من القانون. المجال هذه خاصة وهي صحيحة. بعدين شو بحكي؟ any kind، أي نوع، any kind of work، يعني work أي عمل. ماشي الحال، أنا سميته مجال، ترجمت الورد للمجال. Requires the amount of skills، اللي بيطلب مهارات. ماشي الحال، أو عمل، labor، عشان هيك ما ترجمتوش عمل، labor هو العمل، أو عمل. And judgment مش هو قرار محكمة، إنه زي discretion. ماشي الحال، which has gone into its creation، اللي بدل حتى إنه نصل لهذا العمل. يعني أنا عملت بروجرام، أنا وضعت فيه كل شيء، وضعت فيه جهدي ووقتي وتفكيري، مش عارف حتى إني أنا أعمل بروجرام معين له علاقة مش عارف في البروسيس في داخل المستشفيات. جيد، فهذا هذا عمل، وبالتالي يفترض انه يكون ايش؟ يكون محمي. بس لازم تسجله في جهه مختصه. بنشوف، مش كل شيء يسجل. ليه؟ بنشوف، مو جيد السؤال، مش كل شيء يسجل. طيب انا يوم الف كتاب جيد، او يوم انشر شيء، مجرد النشر هو عباره عن حمايه. ما رحت انا سجلته. جيد، هذا التريد ماركس، التريد ماركس يعني خلينا بشكل بسيط جدا، هذا الكمبيوتر اسمه اتش بي، صح؟ تريد مارك، تريد مارك اتش بي. جيد، هذا يعني مش شرط انه انا اسجله، هو محمي مجرد ما انا نشرت. هذا حسب الدول، التريد ماركس حسب الدول. خلينا نبلش انا استطبق الاحداث في دول، توجب تسجيل التريد ماركس، في دول لا توجب تسجيل التريد ماركس، لكن تعطيك الخيار. لكن سواء تسجل او سواء لم يسجل له الحمايه. خليني برجع لك، شو الفرق ما بين ان يكون مسجل وان يكون غير مسجل؟ جيد، الفرق التالي، تذكروا في عندنا احنا بنلعب لعبه بعض الاحيان، انتم تبعين الكمبيوتر خاصه رجل تحديد، بيجي بعرف انه في شركة راح تنزل زي الشركة الوطنية، بروح بسجل كل الدومينز اللي علاقة بالوطنية، الوطنية.ps، الوطنية.com، وطنية، وبكتبها بجميع هذا على اساس انها، فانا يوم سجلت الدومين اخذت حقي فيه ولا لا؟ هون في
سؤال حول التريد ماركس العلامات التجارية، هل يستوجب التسجيل أو لا يستوجب التسجيل؟ أول شيء هو سؤال سابق الأول، لأنه راح يكون في عنا عن التريد مارك يعني سلايدز كاملة. لكن حسب الدول، الدول تستوجب قانونا تسجيل العلامات التجارية، دول أخرى لا تستوجبها. جيد، لكن شو الفرق ما بين انه يعني بمعنى اخر التسجيل ليس الزامي، لكن اذا كان في تسجيل هل بيحفظ الحقوق؟ طبعا. يعني اذا كان في هناك على سبيل المثال شركه معينه اتخذت تريد مارك معين، فانا اذا سجلته بشكل مسبق بحفظ حقي. اذا اولا يعني بمعنى اخر يعترف بحقي اولا، من ثم حق واحد اخر، يعني صار في منازعه يعتد بالمسجل ولا يعتد بالغير مسجل. جيد، هذا راح نشوفه. احنا في فلسطين هون التريد ماركس ليس الزامي تسجيله، ليس الزاميا. الزامي تسجيله براءات الاختراعات، براءات الاختراعات. الملكيه الادبيه ايضا لا يسجل، لكن مجرد ما انا انشر العمل الادبي فهو محمي. مجرد ما ينشأ يخرج للعموم فهو إيش؟ فهو محمي. عشان هيك لا نحمي الأفكار، القوانين الملكية الفكرية لا تحمي الفكرة. يعني بمعنى آخر، إذا كان عندك فكرة معينة وداولت الفكرة، لكن أجا أبو أحمد وأخذ فكرتك وطبقه، غير محمي، هو بحق له أنه يأخذ الكريدت. هذه المسألة جيد إنه واحد يعرفها على المستوى الشخصي. في سؤال؟ هذا هو جوابك؟ أنا أحكي الأفكار. تأثر في موضوع إنه في حتى إشي صار حادثة في الخليل، زي ما هو معروف أكبر عدد مصانع ذهب موجود في فلسطين موجود في الخليل. وبينتجوا منتجات كتير فيها شبه مثلاً سنسال، أكثر من سنسال سوارة. فقبل فترة حدا من المصانع سجل إنه هذا المدير أو هذا الشكل شغلي أنا، ولا يحق لأي حد إنه يعمل إشي، لا يحاكي أو يشابه أو مش عارف شو. فأول مصنع تاني عمل سنسال حبسهم كلهم، يعني جاب هذه اللي هو سجلها وقاضى جميع مصانع الذهب في الخليج إنه أنتم عاملين شيء زيي. طب هذه وين قانونية؟ والله تافي. أنا يعني خلينا لازم أشوف ال أنا لازم أطلع على القضية نفسها لأشوف شو، لأنه بدك تجاوب كيف لكن تسجيلها مش إلزامي، يعني بمعنى آخر حتى يكون في حماية. لكن الناس بتسجل العلامة التجارية حتى تحمي، يعني يوم الشخص يكون مسجل علامة تجارية بحميها أكثر من شخص غير مسجلها. لكن عدم تسجيلها لا يعني أنه لا توجد حماية للعلامة التجارية. عشان هيك أنا مستغرب المثال الذكري عنه. كيف بصير؟ بصير أنه ليش إحنا ننشر العلامة التجارية في الجريدة الرسمية؟ حتى انه كمان قبل الجريده انه نعلن انه في، حتى انه نعطي فرصه للغير يجي يعترض ولا لا.
عشان هيك بحكي انه في هناك ايش في المثال اعطيتيني اياه لازم واحد يطلع على القضيه حتى انه يجاوب عنها. جيد. طيب حقوق الملكيه بالنسبه لحقوق الملكيه الفكريه الحقوق الملكية الفكرية في المصنفات الأدبية والفنية زائد الملكية الصناعية. جيد. لكن إذا ندخل في التفصيل نشوف إن المصنفات الأدبية والفنية هي حق المؤلف. يعني حق المؤلف في عندنا قانون اسمه قانون حق المؤلف له علاقة بالمصنفات الأدبية والفنية تحت إطار الملكية الفكرية. إذا كان في عندي الملكية الصناعية يعني بإبداعات صناعية هذه تعتبر ملكية إيش صناعية يعتبر ملكية صناعية. جيد. يعني ملكية صناعية تشمل إبداعات صناعية يعني حقوق براءة الاختراع حقوق الأصناف النباتية وحقوق التصميم بالإضافة للعلامات المميزة العلامات المميزة زي حقوق العلامات التجارية أو حقوق بلد إيش بلد المنشأ. هون جينا للتسجيل. لساتني بحكي بشكل عام بحكيش عن إيش عن فلسطين. الحقوق الملكية المسجلة هي براءة الاختراع، العلامات التجارية، وبراءات الاختراع. unregistered يعني غير المسجلة حق المؤلف. حكيت لكم حق المؤلف يا ما أنا بألف أغنية بألف ما بسجلها لا بألف قصيدة الأغاني. نعم تقاطب الأغاني عن مؤلفين واحد سرق أغنية من مؤلف مجرد ما إنه نزلتها بالسوق محلية أبو اثنين نزلوها بنفس الوقت واحد سرقها بنفس الوقت إذا بصير في تقاضي لمن إذا في هذه الحالة لا لا طبعا موجوده خاصه موجوده بين الممثلين على سبيل المثال المغنين انه هذه الاغنيه الي لا الشاعر الفها لاغنيتي او الملحن لحنها لاغنيتي فهون بصير في ايش بصير في نزاع في داخل المحكمه بس انا يوم انا اطلع لا الشاعر على سبيل المثال اكتب شعر مجرد ما ألقي الشعر بالعموم في داخل جلسة زي هذه أو أقوم بنشرها بجريدة أو بكتاب هذا مجرد ما أقوم بذلك هو أنا قمت بالحماية مجرد ما أنا غنيت الأغنية أنا أصبحت الأغنية إيش محمية. جيد. مجرد ما نزلت السي دي للسوق أصبح السي دي محمي وبالتالي يجب ألا يوزع. ايضا حقوق قواعد البيانات هي حقوق قواعد البيانات انتم بتسجلوها ايش يعني لا تسجل قواعد البيانات قواعد البيانات لا تسجل يعني اذا عندي قاعده بيانات موجوده على سيرفر ما بسجلها يعني في مكان يعني هذه بتكون ايضا محميه هي يجب انه حدا ولا حد يعني يقوم بالاعتداء عليها براءه الاختراع جيد السمعة التجارية أيضا لا تسجل وأيضا الconfidential information معلومات السرية أكيد لا تسجل التريد ماركس حطها أنا بإيش بلون تاني شو حاط depends on national laws تعتمد على قانون البلد التريد ماركس العلامات التجارية تعتمد على قانون البلد هل نجي نحكي في فلسطين شو موجود في فلسطين ما هو موجود ما هي الأشياء التي تكون محمية حسب قوانين الملكية الفكرية قبل ما تيجوا حتى نكون قبل ما تيجوا شو حكينا انه خاصة لبعيد الاي تي بحسب ما في عندنا قوانين تحمي الملكية الفكرية لا عندنا هاي رح نيجي نشوفها قبل ما نكمل. طيب ما هي القوانين التي تحمي الملكية الفكرية
بالنسبة للاي تي، بالنسبة ل في مجال الاي تي. اي اشياء، اي اشياء اسف، ما هي الاشياء زي البرامج على سبيل المثال السوفت وير. على فكرة اذا انا مترجم شيء غلط كلي تبعي الاي تي. عندها زي مثلا الداتا البيانات، عندنا داتابيسز قواعد البيانات، عندنا دوكيومنتيشن، كل هذه من الاشياء اللي يجب ان تكون ايش. هذا بحكيش بحكي انا هذا مش شرط يكون مسجل، انا بحكي بشكل عام ما الاشياء ماشيه التي تكون محميه في مجال الاي تي. جيد، حكينا البرامج البيانات قواعد البيانات دوكيومنتيشن التوثيق، حكينا السبيسيفيكيشنز المواصفات، حكينا ايضا اليوزر جايد. اليوزر جايد انه بعض الاحيان انه تيجي مع الكمبيوتر ولا مع الكاميرا جايد ارشادي ولا لا، نفس الشيء هذا برضو ايضا يكون محمي، يكون ايش محمي. انا والله قصرت توثيق ليست توثيق عمليه، بينما وثائقيه ممكن عمليه التوثيق عمليه بروسيس. الوثيقه ليست توثيق عمليه التوثيق، يعني التوثيق هي بروسيس. بينما الوثيقه هي توثيق. جيد، هذا السؤال مهم. النو هاو المعرفة، يعني النو هاو المعرفة خاصة المعرفة التقنية، هذه مهمة وأيضا محمية. وأيضا علامات التجارية هو البراندنج أو التريد مارك. طيب ما هي، عرفنا قانون الملكية الفكرية، لكن خلينا نشوف ما هي حقوق الملكية الفكرية. حقوق الملكية الفكرية مجموعة من حقوق الملكية التي تحمي إبداعات العقل. إبداعات العقل هذه مهمة جدا، وهي تعطي صاحب الإبداع الحق الحصري في استغلال الملكية الفكرية التي تكون محمية. طب الإبداع الفكري، الحق استغلال الملكية الفكرية، استغلالها بتم بمسائل كثيرة، يعني ممكن الواحد إنه يبيعها، ممكن الواحد إنه يستغلها يعطيها لمصنع إذا كانت أدوية براءة اختراع، براءة عن دواء معين لمرض معين، بعطيه لمصنع أدوية حتى يأخذ نسبة معينة عليه. ممكن تستخدمه على فكرة براءة الاختراع إذا كانت مسجلة إنه تأخذ عليه قرض تأخذ عليه قرض كبير. ليش؟ لأنه بعمله بدخل فلوس بشكل إيش، بشكل دوري. حق الملكية property right هو الحق في منع الآخرين من التمتع بالملكية. يعني معنى آخر، إذا أنا قمت بتطوير برنامج بمنع غيري إنه يستخدمه لأنه بستفيد منه ماديا. جيد، بستفيد من تبيعه، بدي أجره، ممكن أجره. أو إذا على سبيل المثال أنا ألفت قصيدة، هذه قصيدة ملكي. جيد، ولا يستطيع آخر أن يستخدمها ويعطيها لمغني يغنيها أو يعطيها لحدا ينشرها ويأخذ فلوس عنها. والحق في استغلال الملكية الفكرية، ما احنا حكينا الاستغلال عن طريق التملك، الترخيص، البيع، الإيجار. كيف نوصل مع الميز بين حق الملكية والاحتكار؟ لأن في بعض القوانين كمان جرم الاحتكار. جيد، الاحتكار مسألة مختلفة. حق الملكية، أو حق الملكية الفكرية متعلق بالإبداع الذي يقوم به الشخص، جيد، أو المؤسسة. وبالتالي عملية الاستغلال الحصري لا يتناقض وقضية الاحتكار. متى يصبح المسألة مسألة الاحتكار؟ هذا الإبداع إذا طلع وأنا أعطيته فقط لمصنع واحد انه يحتكر صناعه هذه الادويه، هذا الدواء. يعني بكره اذا صار في عندنا اخترعنا دواء لموضوع الايدز، جيد، وين متى يصبح في احتكار؟ بيصبح في احتكار لانه اذا مثلا
جامعة بير زياد ولا جامعة النجاح لأنه فيها طب راحت اخترعت دواء لقضيئة للإيدز، معنى ذلك بدها تعطيه لشركة مثلا بير زياد الأدوية. إذا بدأت شركة بير زياد الأدوية صارت تورد لكل العالم وفقط هي شركة بير زياد، قد يولد احتكار. لكن إذا أعطيته أنا لعدة شركات وصار في منافسة بيناتهم، فمعنى ذلك أنه ما بيكونش احتكار. ففيش احتكار، فيش احتكار في هذه الحالة، في حالة أنه أنا أستغل. بالعكس يجب أنه أنا فقط أني أنا أستفيد من الاختراع اللي قمت باختراعه. بس لا، حتى لو إذا شخص يعني كان يقول أنا بتاع فكريا وأنت شيء معين وترجم وتستفاد منه وصنعه وهو حق، حتى الاحتكار في ملك القارئ له، فيش حد يمنعه من يحتكره أصلا. بحكي لك إنه في هذه الحالة، بس مش من الاحتكار اللي إحنا بنعرفه. حق الشخص حق الاحتكار صار حق شخصي له، بس ما لا يملك له في كان في متابعة بس الكونجرس الأمريكي لبعض شركات الآي بي في أمريكا. هذا شيء موضوع ثاني. موضوع تاني، موضوع تاني. يعني على سبيل المثال انت بتحكي عن مايكروسوفت انه مايكروسوفت هي الشركة الوحيدة اللي بتزود الويندوز، صح؟ جيد. هون في نقاش في كل العالم حول هذا الموضوع، انه شركة واحدة عمالها بتحتكر السوق هي شركة ايش مايكروسوفت. بمعنى اخر، مايكروسوفت منع اي حد اخر من يدخل هذا المجال. هون في الاحتكار موجود، لكن إذا شركة مايكروسوفت في المختبرات الداخلية إلها راحت عملت براءة اختراع معينة، جيد، فبكون لها حق الحصري في استغلاله، في استغلال مثل هذا النقاش الموجود. النقاش الموجود ما بين الحق الحصري للاستخدام وما بين احتكار السلعة نفسها. أنا بحكي إنه الملكية الفكرية العلاقة بالجهد الشخصي، هذا مختلف عن استغلال السلعة نفسها. لكن إحنا هون بالنسبة لشركة مايكروسوفت عمالها تحتكر السلعة نفسها، مش حق الشخص في عملية الإبداع. هو يعني الشركة الأمريكية اللي تستخدم ويندوز، يعني إذا صنع كمبيوتر، أنت بتعرف أحسن مني. إذا صنع كمبيوتر في بنفس هذا الموضوع، هم النقاش مش هذا، مش حدا بيعمل ويندوز، ما في اوبريتنج سيستمز غير ويندوز. هم بيعطوا كل شيء في الويندوز فور فري، فبيعني الاوبريتنج سيستمز الثانيه اذا بدهم يجيبوا مثلا انترنت اكسبلورر معين يمكن يشتروه يدفعوا حقه. في ويندوز كل شيء فور فري، فعشان هيك الشركات الثانيه بتقاضيهم بانه هذا نوع من الاحتكار وبتمنعه غيركو يبيع. هذه اجت نقطه كان دكتور فراس هيك استخدمها، هي سر انه عندك حق الملكية الحصري حتى الاحتكار للفكرة، بس لما تقطع الفكرة لك حق الملكية الحصري الاحتكاري لك انت تستغل، بس لا يعني ذلك تحكر استعمالها للكل. الاحتكار هذا الكلام اللي بيقوله جمال الاخر هو يعني شو يعني؟ يعني انا بحط كل شيء فور فري لمدة 20 سنة، بخلي كل الناس يستعملوا الويندوز فور فري عشان حر، وبعدين بعدين عارف انه بعدها بده يوصل لمرحله انهم بيضطروا يشتروا البرنامج الفلاني، صارت كل الدنيا معبه ويندوز، وبالتالي اروح بستغلهم بهاي النقطه. الاحتكار دائما في السؤال سألني اياه في التسويق، يوم اصور انا احتكر السوق، ماشي الحال، مش احتكر انا براءه اختراع القدره بالضبط. لماذا الحمايه؟ يعني ليش انه احنا بدنا حمايه؟ بصور يعني مش راح قانون يردع الاخرين، قانون يعني بدنا قانون يردع الاخرين من نسخ او الاستفاده غير مشروعه من العمل او الشهره ويتيح سبل التعويض. يعني بدي احمي انا، يعني انا بدي قانون يمنع الاخرين من انهم يقوموا بعمليه السرقه او استغلال مجهود شخصي لحد اخر. ليش؟ لأنه هذه هو الحماية تعد حافز لعملية الإبداع. إذا أنا عندي حماية أنا بحفز الإبداع. لكن إذا أنا على سبيل المثال بعرف أنه أنا بدي أطور برنامج معين أو أطور فكرة معينة وواحد سرق وسهل واحد يسرقها،
بصيرش عندي حافز بحكي شو ليش تعب حالي اذا الناس بدها تسرق افكاري على سبيل المثال مجهودي مش افكاري مجهودي على سبيل المثال الكاميرا ما بتصور اذا انتم حاطين تصور في مشكله جيد التسجيل التي تسجل براءة الاختراع العلامات حكينا حسب القوانين المحلية التصاميم المسجلة تسجل أسماء المواقع الدومين تسجل جيد التي لا تسجل حقوق قواعد البيانات التصاميم غير المسجلة الشهرة الجودويل الشهرة هي المعلومات السرية حكينا عنها يمكن هذه المواعيد كمان شوية خلينا ندخل في القوانين المحلية البعد الدولي على سبيل المثال إذا واحد يطور يعني أو يتعلم أكثر حول الملكية الفكرية عندنا المنظمة العالمية للملكية الفكرية الويبو ماشي الحال الويبو هي وكالة متخصصة من وكالات الأمم المتحدة اللي بدخلها وبقرأ عنها فيها معلومات هائلة حول الملكية الفكرية جيد وهي المنظمة تعد من أهم مصادر بخصوص الملكية الفكرية عندنا كمان اتفاقية دولية احنا فلسطين جزء منها لكن وقع زمن الانتداب البريطاني الكونفنشن هو الاتحاد لأجل حماية حقوق المؤلفين ماشي الحال هذه بيرن كونفنشن بتصور بتعود لسنة 1878 جيد وبالتالي احنا جزء منها لان الاتحاد البريطاني وقع عليها احنا كدوله لا نستطيع جماعه انا بقدرش اني اشرح جماعه للاسف انا يعني انا برزعج اذا كان في حاجه جانبي انا اسف حكينا انه هون الاتفاقيه احنا داخلين فيها لانه الاتحاد البريطاني احنا كدوله لا نستطيع دخول الاتفاقيه الدوليه لكن بما انه الاتحاد دخلها واحنا كل شيء انهرتت يعني أخذناه عن انتداب بما في هذه الاتفاقية في عندي أيضا الاتفاقية الدولية المتعلقة بالجوانب الفكرية الريبس مهمة جدا التابعة للمنظمة العالمية للتجارة أيضا مصدر من المصادر الهامة بالنسبة للتجارة الدولية وهنا على فكرة مش جميل أحوال على فكرة جيد أنه إحنا نكون من جزء من تلك المنظمات الدولية لأنه للأسف موضوع الملكية الفكرية موضوع مهم لكن الدول الكبرى تستخدمه للسيطرة الاقتصادية بمعنى آخر إذا أنا بدي أدخل منظمة التجارة الدولية بدي ألتزم بالتريبس جيد التريبس هي اتفاقية دولية المتعلقة بالملكية الفكرية لها علاقة بالتجارة الدولية لتضع قواعد المتعلقة بالتجارة الدولية من ضمنها حماية الملكية الفكرية وبالتالي أي دولة راح تدخلها يجب أن احترامها احترام تلك الاتفاقية و... احتكار أنا بحكي لك إيش لأنه يجب احترام يعني يجب مظبوط بس إذا عندك صناعة أدوية صناعة أدوية وأيضا الزراعة هل تستطيع أنت كدولة صغيرة أن تنافسي مصانع أدوية الأمريكية أو الأوروبية المصادر الشركات الأدوية الأمريكية والأوروبية عندها طاقة اتجاهية هائلة بتكلفة قليلة لأنه بيستخدم التكنولوجيا وبالتالي أرخص وبالتالي إذا كان في هناك اتفاقية بدك تفتح الحدود بشكل مباشر بتقيمي الدعم اللي بتمنحيه لتلك الشركات الوطنية وبالتالي بعد سنة سنتين ثلاثة تنتهي صناعة الأدوية في الشرق في البلدان الأم وهذا اللي صار في عدد البلدان لذلك إنه حاليا في الأردن ومصر يوم دخلوا منظمة التجارة الدولية طلبوا منهم إن يعطوهم مهلة طويلة لتعديل أوضاعهم بما يتناسب وتلك الاتفاقية إحنا في فلسطين إذا دخلناها راح نلتزم راح نسكر شركاتنا الأدوية الموجودة هون نفس الشيء بالنسبة للزراعة للأسف إنه منظمة التجارة الدولية واتفاقيات المتعلقة بالتجارة الدولية تحمي القوي ولا تحمي الضعيف وهذا اللي حاصل في إفريقيا على سبيل المثال وهون في نقاشات هائلة أنا آسف بدخل في موضوع جانبي في نقاشات هائلة ما بين دول
قويه زي مثل جنوب افريقيا والهند والبرازيل جيد مع المنظمه التجاره الدوليه حول تلك الامور. ما فيش اتفاق لانه اذا بدهم يوافقوا على كل الشروط معناته بدهم يبيعوا كل منتجاتهم او يعطي كل لشركات كبيره. معنى ذلك بدنا نفهم التجاره الدوليه بشكل جيد قبل ما نحكي انه تلك المنظمات المتعلقه بالتجاره الدوليه سيئه او ايجابيه. بس سؤال، لو في عندنا احنا مثلا شركه اي تي بدها تصنع مايكروسوفت وورد، هلا فيها بكره تروح تمام مايكروسوفت وورد تبيعه على مايكروسوفت لا تستطيع مايكروسوفت انها قضيها لانه فلسطين مش موقع على قانون مع امريكا. مظبوط. هاي الحاله نعمل تجارة ونزيد دخلنا بدون، بس إذا كان على المنظمة ممنوع دخلنا المنظمة التجارة الدولية وكان على القوانين، هل فعلا بصير ما قضينا؟ طبعا ما هذا هو هذا طب مش موضوع احنا نقدر نقضيهم في بلدهم؟ هذه الفكرة بس هم هذا اللي حكيته بالنسبة لشركات الأدوية، شركات الأدوية شو حكيت لكم سهل جدا، أي دواء أي دواء بكون عليه كل شيء واضح، يعني هذه عليها مقارنات كثيرة، كل شيء واضح بمعنى آخر التركيبة الكيميائية، سهل تاخذها وتعمل دواء مشابه. بس بكرة أنت وقعت على اتفاقية التريبس ودخلت منظمة التجارة الدولية، بدك تروح توقع اتفاقية مع شركات الأم اللي هي أول مرة طورت هذه الأدوية، وبالتالي بيكون لها نسبة من تلك المنتج. هذا من ناحية، من ناحية ثانية من ناحية ثانية أنا بدي أفتح سوق المنافسة، هل أستطيع أن أنافسهم؟ هي إيجابية إنه أنا إذا دخلت منظمة التجارة الدولية بدي أرفع من مواصفاتي، بدي أكون عندي مهارة عالية، بدي أكون عندي نوهاو تقنية عالية حتى إني أستطيع إني أجريهم. معلش بس هلا حاليا في السير احنا في موضوع اصلا مرافق مع منظمه التجاره العالميه علشان نستخدم بعض الاشياء، يعني في ذاك اكثر اساسيه، بس احنا دخولنا في الدوله دي هو مش هدف، هو اقتصاد اكثر مو هدف سياسي مشان بس عشان نجرب نسوي، يعني بدناش ناخذ المساله بشكل مجرد، يعني بس دخولنا على الدوله دي هو بس هو عشان نقدر نقاضي نرجع المؤسسات العالميه والمظاهرات العالميه بس مشان نقاضي صغير على انتهاكات الثمن العالمي، ما فيش إلا مكاسب اقتصادية فيه. مثلاً لا أنا بحكي بشكل عام، يعني بس فلسطين بعرف إنه في هناك حتى مشاريع بتشتغل على هذا الموضوع، لكن على المدى الطويل لا، يعني إحنا لازم نطلع على الأمور التجارية. بس غير القانونيين لا نستطيع إحنا ننضم للمنظمة التجارية الدولية إلا إذا كنا دولة. لو بكرة أخذنا اعترفوا بينا كدولة نستطيع أن ندخلها، لكن في الوضع الحالي لا نستطيع، حتى لو بدنا ندخلها لا نستطيع أن ندخل منظمة التجارة الدولية. المنظمة التجارة هو سألتيني سؤال، طب شو اللي تريبس بعمل؟ هو البضاعة المعايير بالنسبة لأنظمة التجارة الدولية، خاصة فيما يتعلق بالحماية، بحماية الملكية الفكرية. تشريعات الملكية الفكرية في فلسطين هذه المجال المهم. أول شيء تذكر أول محاضرة حكينا إنه الضفة الغربية تختلف عن غزة بالنسبة لبعض القوانين، مش كافة للقوانين، لأنه في عنا ثنائية قانونية جيد، هذا حكينا أول محاضرة جيد، وهذا بنعكس على قوانين الملكية الفكرية، بنعكس على قوانين الملكية الفكرية الموجودة عنا في فلسطين. طلعوا من قوانين الملكية الفكرية شو أنا كاتب هون، تمنح الحد الأدنى من الحماية، وفعلا القوانين الموجودة عندنا تمنح الحد الأدنى من الحماية لكنها بحاجة إلى تحديث. ليش تحديث؟ لأنه كتبت يعني على سبيل المثال حق الملكية، هذه راح أجي برجع لسنة 1924، وأصلا هو مأخوذ عن قانون إنجليزي 1909 إذا مش غلطان، تيجي بنحكي عنه. بمعنى آخر يوم نرجع كل هذه الأمور التقنية الجديدة العلاقة بتطبيقات الكمبيوتر، تطبيقات مش موجودة عندنا في قوانيننا، ناقصة. ليش؟ لأنه هذه قوانين قديمة. جيد. بمعنى آخر إنه إحنا عندنا الحد الأدنى للحماية، لكن زي ما حكينا
انه ليست حديث قوي. انت اخر مره تحدثت القانون؟ جيد انا خايف يكون 1924 بعده قانون الكوبي رايت. بصور ترجمه بالعربي، هاي ترجمه بالعربي. حقوق قانون حق المؤلف بيرجع لسنه 1911 قانون البريطاني، قانون البريطاني 100%. جيد، لكن احنا طبقناه على الضفه الغربيه وقطاع غزه على حد سواء سنه 1924، وهذا القانون ما زال مطبق في الضفه الغربيه ومطبق في غزه. لانه الاردنيين القانون سنه 1911 لكن بكل صراحه يعني راح اجي احكي عنه. يعني اذا انا مؤلف ولا موسيقار ولا بعرف ايش، عندي حمايه، عندي حمايه وسطيه اني الجا للمحكمه واطالب بحقي. لكن مش حتى في الوضعش ما يستطيع انه لا هو انت تستطيع، يعني بمعنى اخر انه تستطيع انك تلجا للاردن وتقيم دعوه داخل الاردن. اذا حدا في داخل الاردن أحدها تقدر تقيم دعوة في الضفة الغربية وتطالب بتطبيقه في الأردن. في 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 حماية، إذا مفكر في الحماية في حماية. جيد؟ يعني أنا شك على واحد بالأردن المحكمة الفلسطينية، يعني بمعنى ممكن أنا رفع، شوف أنا مرفع قضية، ممكن بصير في قضايا أكثر شيء الأحوال الشخصية، أحوال شخصية. جيد، إنه خلاف على أطفال. جيد، يعني هون برفع قضية أمام محكمة شرعية في رام الله بمطالبة بالنفقة من زوج مقيم في الأردن. جيد، باخذ حكم أو أطفال، على سبيل المثال حضانة أطفال، باخذ حكم وعن طريق الحقيبة الدبلوماسية بوديه على الأردن. في الأردن عندهم قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية بودوه للمحكمة، المحكمة تتأكد أنه هذا الحكم غير مخالف للنظام العام، وبعد ما تتأكد أنه تأخذ بطريقة سليمة في بلد الفلسطيني على سبيل المثال، وبالتالي تقوم بتنفيذه. إذا كان معارض مع القانون اللي عندهم مثلا، حتى لو كان معارض، مش 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 بس ما يكونش معارض للنظام العام، ما يكونش معارض للنظام العام. جيد، يعني شو النظام العام؟ يعني أشياء لها علاقة بشيء محرم، مش هيك يعني انه اشياء طبعا تيجي. شركه اتصالات بالدن رفعت قضيه على الاوبريتورز الاسرائيليين في داخل رام الله، وعشان صار القضيه بس بكره بتودي الحكم لداخل اسرائيل، لو انه كان اسرائيل يعني معنيه بتنفيذ هذا الحكم بتودي في داخل اسرائيل، والمحكمه في داخل اسرائيل المحكمه المركزيه تطلع عليه، يفترض انه تطلع اذا كان مخالف للنظام العام او لا غير مخالف للنظام العام وتطبقه تطبقه. جيد، اذا احكي لك من بتقدر انه في هذه الحاله تنتقل للاردن وترفع قضيه داخل الاردن، لا احد يستطيع ان يمنعك، حتى تروح على امريكا وترفع قضيه في داخل امريكا، حتى لو كنت في بالنسبه للحقوق بتقدر. ليش لا؟ كيف هذه قضية مع شنو؟ لا تزبط. هذا موضوع ثاني، موضوع ثاني. هذا موضوع سياسي. موضوع سياسي مش قضايا، موضوع سياسي لكن سياسي في العدو. أعطيكم مثال لأنه في فرع، لأنه في فرع على البنك العربي في أمريكا، الأمريكان من أصل إسرائيلي من أصل أمريكان بيرفعوا قضية علينا في داخل أمريكا على أساس أنه يقاضوا البنك العربي بيتهموا بالإرهاب، وهذا أحد أسباب أنه الشير نازل. ممكن يعني من ناحية مبدئية ممكن. طب خلينا نرجع هون، قانون براءة الاختراع والتصميم لسنة 1953 في الضفة الغربية مطبق، أوكي في الضفة الغربية، لكن هذا القانون على فكرة نفس القانون الانتدابي. قانون براءة الاختراع في غزة لسنة 1925، قانون تصميم لعام 1925 في قطاع غزة، قانون الضفة الغربية بيشمل الاثنين.
قانون سجل البراءات، سجل قانون سجل البراءات يعني براءة الاختراعات لسنة 1925 مطبق في غزة. قانون علامات التجارية اللي حكيت لكم عنه عندنا لسنة 1952 في غزة لسنة 1922. في قانون حقوق الطبع بالضبط، بالضبط مش موجود، بس حقوق الطبع أيضا 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 موجود. خلينا نشوف قانون الحقوق، قانون حق المؤلف لسنة 1911. جيد، هو القانون تم استيراده بتكون واقف موقف يعني اذا بتكون توقفه هو ساعه عشان نستكمل. طيب خلي انا بوقف هون، خلينا نناقش الموضوع تبعهم. التي تتنافى ومع قانون حمايه المستهلك، بمعنى اخر لو جيت قاضي هذا الشخص تستطيع ان تقضي يعني وعلى فكره هذه هذه ممارسه وارده في الالكترونيات، يعني في الالكترونيات كثير، لكن عندنا قانون حمايه المستهلك، لكن هذا قانون حمايه المستهلك يجب انه يضع انظمه تفصيليه لكل شيء حتى بس هي ما بتحكي عن مواصفات المقاييس، بتحكي سؤالها واضح، بتحكي انه اجى راح اشترى من تاجر اجهزه كمبيوتر وحكى لهم التاجر الكمبيوتر انه هذه مقفوله، بيصير عندهم مشكله بالضبط بيصير في مشكله، فبيجي بيحكي لهم هذه مش مقفوله القطعه، انا كفالتي على قطعه كان، وهذه منتشره كثير في الالكترونيات، دليل انه احنا لا 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 شايف مش ضروري بس عندنا بدنا نفهم شو معنى حمايه المستهلك ونطبق القانون بشكل ايش بشكل مناسب. دول ثانيه تم عندها هذا الشيء، احنا مش موجود عندنا، لكن اذا رحتي على المحكمه تكسب القضيه بشكل ايش بشكل احكي لك انت مش تاجر صغار بسموها، يعني نفس الشيء بيعملوها تجار ايش تجار يعني بمعنى اخر موردين كبار، وصارت معي نفس الإشكالية، وبدهم يأخذوا حتى حق مواصلات يقود القطعة على 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 تل أبيب على تل أبيب. أنا مرة حقول إذا بعثها في إذا بتقدروا تلجأوا لحماية المستهلك وتناقشوا هذا الموضوع معه كمان، يعني بمعنى آخر بس أحكي لك إحنا مش فاهمين شو مش فاهمين ما عندناش فهم، يمكن هون بيعرفوا ما عندناش فهمنا شو حماية المستهلك يعني على جمعية. وفي قانون بس مش يعني القانون بيجي عام بدك بعرف القانون بيجي عام بس بدك أنظمة لتنفذه. على سبيل المثال في أوروبا هذا قانون أوروبي يعني كامل في دايركتيف بسموه بيطبق على جميع القانون كالتالي بحكي أو دايركتيف. أنا اشتريت هذه البدلة حسب مش فقط في بلجيكا على سبيل المثال، في فرنسا في كل الدول الأوروبية، أنا حتى لو كنت من دولة أوروبية تانية أو حق أجنبي إلي حق رجحها خلال أسبوع هذا مثال بسيط. فالإلكترونيات على سبيل المثال بعد أسبوعين كذا كذا، كل هذا شيء تفصيلي عندهم حماية المستهلك، وهذا من ضمن حماية المستهلك لأنه أنت الواحد مش راضي عن المنتج. في هذه الحالة كمان عندهم أنظمة واضحة بهذه الخصوص، يعني بهذه الخصوص لأنه هذا اسمه تلاعب، هذا اسمه تلاعب. لكن لسه تشهر بعد تتعامل معه هي الشيء الوحيد اللي تقدر تعمله وتظل القطاع قوانين موجودة عشان إنه هو خلاص أنا مش هشتغل ماشي. خلينا نكمل حكينا عن قانون حق المؤلف. القانون بيحمي حقوق المؤلف التأليف في جميع الأثار الأدبية والتمثيلية والموسيقية والفنية في كافة أنحاء ممتلكات جلالته، هيك وارد في القانون لأنه قانون مخدينه نص حرفي عن بريطانيا. هذا المهم، القانون لا يحمي الأفكار، هذا اللي حكينا فيها، القانون لا يحمي الأفكار إلا إذا خرجت بشكل مادي على شكل عمل ما،
ماشي حال. يعني إذا أنا ألفت قصيدة وألقيت القصيدة أمام هذا الجمهور أصبحت عامة. إذا ألفت قصيدة ونشرت القصيدة في الجريدة أصبحت بشكل عام. إذا ألقيتها ستخرج العموم وبالتالي تصبح مهنية. هذا مشكلة القانون. آه. إحنا فينا بشكل عندنا هاي بي. كل موظف يجي عندنا يوقف على هاي بي ونعطيه على كل القاعه حتى الإدارة الشكل بيجي عندنا نوقف على هاي بي. على أي توقع؟ إنتركشن بروبرتي هي عندهم متفقية عندهم زي إقرار أو زي تعهد المشكلة هو القانون يحمي نفكها ولا في شغل ما بزبطش ما تخليش نفكها مثلا احنا استرقى كل شغل قاعد ما فيها يعني إذا أجا موظف من عندي أخذها فيك قلت لك نفذها برا أنا راح كل شغل أنا بدي أطور القانون الفلسطيني عشان يقدر يحمي الفكرة تبعها برا معمول فيه أمريكا الدول الأوروبية معمول فيه في قوانين مواد القانون الأمريكي في ولاية كاليفورنيا موجود هاي النصوص واضحة. الله ترى هذا قانون. هلا أخذ قضية كانت على الفيسبوك اللي هو هذا اللي أسس في الفيسبوك بالنهاية اكتشفنا إنها فكرة من أصحابه ما هذا هو اللي أسسها وعملها. اللي رفعوا عليه قضية وكسبوا 38 مليون دولار أخذوا. عمل تسوية بالنهاية لأنه إذا بكمل القضية راح يخسر الفيسبوك راح يخسر شركته. بالنهاية هو فكرة أخذها من أصحابه هو اللي نفذها لأنه هو كان عنده شوية إمكانيات مادية أكثر منهم. هاي حماية فكرية أنا هذا السؤال كان. هلا هو زي ما أنا بالنسبة لكاليفورنيا فعلاً هو مش بيسجل فيه الأفكار. يعني اللي عنده فكرة بيسجلها وإذا حدا بيستخدم هاي الفكرة بيروح زي بيستأجر ترخيص. ترخيص. هو بيسجلها حتى في عالم السجل. بدل طبعا انا مش يعني طبعا فكره انا مش متخصص في الاي بي بس على فكره مش بس القانون عندنا لا يحمي الافكار القانون حتى القانون الاوروبي يعني بمعنى اخر انا شاركت على اساس اني احضر مثل هذه الدراسه او هذا شاركت في دوره في بلجيكا في جامعة نمير حول هذا الموضوع الدايركتيفز اللي تبعت الاتحاد الأوروبي التي توافق مع الويبو وتوافق مع الكونفنشن تبعت بيرن كلها لا تحمي الأفكار. في هذه الحالة أنا مش مطلع عليها بصراحة اللي بتحكوه كاليفورنيا على وجه التحديد مش متطور. قد يكون ولاية كاليفورنيا متطورة حتى عن ولايات أمريكية أخرى بهذا الخصوص لكن في الأنظمة اللي أنا مطلع عليها وأنا تلقيته كمان من داخل في داخل بلجيكا جيد بالإضافة لقانوننا القانون لا يحمي الأفكار إلا إذا خرجت بشكل مادي ملموس. في هذه الحالة في حالة إنه إذا كان في تطور في بالنسبة للآي تي أنا مش يعني ما بعرف وما بعرف لأنه على سبيل المثال انتوا في الاي تي اللي عملتوا شيء اسمه الكوبي ليفت اللي انا راح اجي عنه راح اجي احكي عنه كمان شويه اللي هو ضد مبدا قانوني متعارف عليه اللي هو كوبي رايت حمايه ماشي الحال. لكن انا ما مش مطلع على قضيه كاليفورنيا لكن الانظمه المطلع عليها بما فيه الاوروبي جيد وحسب الدايركتيفز الاوروبيه ماشي الحال القانون لا يحمي الافكار الا اذا خرجت بشكل مادي ملموس. على الأقل هذا هو القانون الفلسطيني. على الأقل هذا القانون. أيوه ما هذا هو. حماية الأفكار. بالضبط. إحنا في البلد إحنا نترك هذا الشكل اللي طالع من دوم. بكون. بس كنا بعمل أفكار. بكون في. مش إنجاز إنه مشكلة. بكون في مشكلة إنه أنا كيف بدي أعرف إن هذه الفكرة طلعت مني أو طلعت من. إذا سجل. هل في تسجيل لهذا؟ هذا مسألة تانية هل هناك تسجيل للأفكار؟ عندنا لا في أوروبا لا. هل إنه كاليفورنيا في هذا المثال تسجل الأفكار؟ هذا معناته إيش تطور إيش حديث؟ البدن إيش تاني؟ لا دكتور مجرد اني انا سجلت الفكره هي ما بتصير فكره صار شيء مثل بس احنا ما مش يعني اذا بتروحي على وزاره الاتصال تحكي لهم بدي اسجل فكره
مستوى الدنيا مضبوط. بدي اسجل انا بدي اسجل بدي اسجل لا لا في عندنا يعني تسجيل البتنت في انا بدي اسجل منتج يعني انا يعني شيء مادي شيء مادي ملموس لانه راح يكون عليه دراسات وراح ياخذ حوالي تقريبا سنه عمليه تسجيله سنتين في فلسطين في عالميا تقريبا يعني على سبيل المثال في حتى بعض الدول اللي تاخذ عندك 4 سنوات لانه في انتاج وفير احنا عندنا هون بصور على خلال سنه 6 اشهر بتكون مسجلها اذا كان يعني لانه ما في هالانتاج العلمي التقني هون نحن نحكي عن باتنت في الصناعه اشياء جديده كثير عماله بتخرج على كل لكن هذا هو القانون عندنا انا غير مطلع على الامثله اللي انتم حكيتوها غير مطلع وهل يجوز تسجيل الافكار خليني ابحث عنها والله لا اجي عندكم المحاضرة القادمة وعمل شوية ريسيرش على هذا الموضوع لأنه أنا مش مطلع لكن على الأقل أنه القانون عندنا لا يسمح أو لا يحمي الأفكار وإنما واستخدم القانون استخدم القانون حتى تكون يكون في هناك حماية استخدم القانون كلمة النشر أو عبارة النشر لشرط الحماية لكنه عرف بشكل واسع ليشمل أي نوع من النشر زي ما حكيت لكم على سبيل تحويل الرواية إلى عمل سينمائي أو إذا كان قصيدة إلقاء القصيدة في العموم أو واحد لحن أغنية ولا مغني ما والمغني غناها مجرد ما غناها أول مرة اللحن حفظ خلاص تصبح ملكيته لهذا الشخص. وعلى فكرة هذه مسألة واردة كثير في الدول العربية من لبنان ومصر وتونس كل المشاكل كل مشاكل عليها جيد خاصة عملية الألحان. هون كمان القانون لا يتطلب التسجيل يعني أنا ما بسجل بالنسبة لحق المؤلف عمالي بحكي عن حق المؤلف مش عارف بالي بحكي عن شيء ثاني ماشي الحال لا يتطلب أي إجراءات رسمية لحماية ولا يتطلب إيش التسجيل. مدة الحماية تمتد ل50 عام بعد الوفاة بعد 50 عام عشان هيك واحد زي ألفيس بريسلي عنده دخل أعلى من دخله هو عايش وهذا القانون على فكرة حتى قانون في أوروبا برضو 50 عام مايكل جاكسون راح يضل يعني أولاده وأحفاده كمان يتقاضوا أموال هائلة لا بعرفش قديش في أمريكا بصراحة لو كان عندنا مايكل جاكسون فلسطيني ل50 عام بعد وفاته جيد الحماية لو واحد عنده كتاب مؤلف كتاب وتوفى بضله كمان ل50 عام عنده حماية يعني مدة الحماية 50 عام وإذا أصبح في هناك تعدي على حق المؤلف في عندي تعويض مدني وفي تعويض في كمان حسب القانون موفر جزاء لكن الجزاء يعني والتعويض المدني لا يتناسب وضرر لأن القاضي هو بحدد بناء على الأوضاع القائمة صح لكن الجزائي للأسف إنه الغرامات لا تتناسب بالضبط ممكن يسجل مثلاً ويكون لو كان يسجل لا يسجل لكن بيشمل الحماية بعد ما يتوفى الشخص بخمسين عام وهذا يختلف عن براءة الاختراع بتصور براءة الاختراع 15 عام تقريبا المقصود فيه انه اي عمل يعني ليش 50 عام حتى الاستفاده الماديه لانه القصد منه هو يعني الاستفاده المعنويه والماديه. المعنويه بتكون لهذول الورثه لانه بالفعل عندهم مثلا زي ابناء معرفش مين مايكل جاكسون راح يضلهم فخورين بابوهم واحفاد راح فخورين بالجد لمده طويله لكن احفاد الاحفاد معنوي وأمل بعد 50 سنة.
بالضبط بتبقى الحماية يعني بعد 50 سنة. يعني تيجي جيت أنت وعلى سبيل المثال وعدت وسرقت أسف يعني مش أنت شخص أنت سرقت عمل من أعمال أرسطو. وليش أنا أو عمل من أعمال ابن سينا. جيد بالضبط. بضل المسألة لأن الحماية فقط لخمسين عام بضل الحماية المسألة مسألة أدبية. لا وحتى عائلية. الحكومة تبعتك حتى لو سرقت من أرسطو الحكومة تبعتك تكون عقوبة من داخل الجامعة قد تكون طرد لا لا مش طالب بحكي كموظفة حتى كموظفة قد يصل إلى الطرد. لا أنا طالبة صار عملت الفصل المضايقة وفصل من الجامعة حماية مناصر سرقت من المشروع كله. لا مش مقلق مش مكتوب قيمة الغرفة بعد 50 سنة بعد 60 سنة يعني والله ما سمعت السؤال تبعك. يعني واحد ألف كتاب قبل 50 سنة وما قبل 50 سنة بعدين كشفوا النهار لك زي ما قال عبقري وكان كل شيء يعني بعد البكتر بستحق إنه هل عليك أي حبوب ليك وضعوا مرحباً؟ يوم يكون هذا الشخص اللي كتبه يوم يكون لازم يقول حالي مثلاً إذا كتب كتاب وكاتب عليه وقت اسمه مش عارف إيش بس إذا مش مشهور مش معروف زي الفنانين الرسامين مش معروف واحد بعد كده بس مثلاً ثاني 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 واحد بعد كده الهيريتاج هذا بصبح هيريتاج اوكي بصبح هيريتاج هون كل للعامة للدولة. يعني على سبيل المثال لو جيت انا لقيت وجدت كتاب لابن سينا هذا اصبح يعني هيريتاج عام يعني ماشي اصبح مش خلص القانون بيحكي واضح القانون بيعطي حماية لخمسين عام من ناحية الاستثمار يعني ناحية هذا ممكن أن يظل مستمر ممكن يظل مستمر ولكن إحنا نحكي عن الحماية إنه مش حدا يعني بعد هو أكثر شوف أكثر مش بالكتب المؤلفة أكثر بالإشي الموسيقي على سبيل المثال هذا اللي بيجيب فلوس يعني على سبيل المثال عمل موسيقي عمل بالضبط سيديز هذا اللي بيجيب عمال فلوس قصيدة بتروح قصيدة يعني شو بدك تستخدم القصيدة بريم توقان الله يرحمه ويغفر ذنبه كلنا بنستخدم قراءات بنقراها بعرف ايش عمالنا بنضعها في الكتب بنضعها في كذا وكذا بنضعها على ويب سايت جاي في المنهاج التعليمي مش راح من ناحية مادية الحماية بتضلها لبريم توقان معنوية وأدبية بالضبط. إذا بكرة على سبيل المثال حدا راح حكى إنه هذا عمل عملي وبالتالي هو عمل إبراهيم توقان المسألة كثير أدبية والمسألة تصبح إنه كيف نظرة المجتمع لهذا الشخص بالضبط لهذا الشخص أكثر من إنه لكن أنا بحكي ليش أنا جبت مثال أم كلثوم على سبيل المثال أم كلثوم ولا على سبيل المثال لحد الآن أعمالها عملها تنباع وعملها بيجي فلوس بيجي فلوس من وراء الأعمال اللي قامت فيها أم كلثوم معني بحبش أسمع لها أنا بس جبتهم من الثاني مش عايش أنا صغار بموت عليها أنا مش لا ما خلصناش مش انه وقعت انه بتخلص